بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالطبيعة هذايا كما قلنا المرة اللي فاتت معناها تكملة للتحذيرات البدنية اللي قمنا بها. دونك اليوم معناها أعطينا أكثر وقت معناها تقريبا بنسبة 90% اللاعبين اللي معنيين بالكوب دافريك اللي معنيين بالماتش نتاع موريتانيا مقابل موريتانيا. دونك سي فري ثم شوية إرهاق على اللاعبين، ثم شوية فريشير ما كانش حاضر وهذايا مفهوم. دونك حذرنا استراتيجية باش نلعبوا بها بيان سور. تعرف زادة كيف ليكيب ادفرسير متلوي معناها اون بلان بريباراسيون، دونك تقريبا عندهم ان موا اون تران دو بريباري معناها لا سيزون. دونك لقينا اوبوزيسيون بي دوزيام مي تون بريمي مي تون ما خلقناش فرص تقريبا، مي لوجنا على البلاسمون اكثر حتى من العبيه. كنا لوجنا على البلاسمون اكثر خاطر ما مشيناش اون بروفوندور، معناها ما طلبناش في العمق الكره كما يلزم وقت نقص الكره ما مشيناش لقدام. دونك ولكن دوزيام ايتان شفنا معناها تقريبا وصلنا، ولو انه قبلنا على اثر كره ثابته معناها كو سوا البونتورو البونتو الثاني معناها الهدف الاول على اثر معناها تماس رونتري دو توش. دونك الثاني كيف كورنير. دونك هذايا قاعد معناها لازمنا نخدموا عليه برشا باش سيرتو بالاريتي بيان سور معناها هذا موجودين بالنسبه لنا احنا. ست ماتش معناها ست بون ماتش دو بريباراسيون، ست بون ماتش سورتو اون ديزيام ميتو معناها خلقنا لي زوكازيون، خلقنا ما انا ماركي ان بوت، كنا نجم ماركي زوز ثلاثه. كيف الادفرسير الى ان او دو كونتر زاد كانوا نجموا يكونوا مخترين، ولكن ست ماتش بون ماتش دو بريباراسيون. وان شاء الله معناها مازال عندنا ماتش نهار السبت ان شاء الله كيف باش ناخذوا فيه الاولاد بتاتر الاخرين الاولاد اللي ماهمش كونسيرني بالماتش تاع كوب دافريك ولا اللي ناقصين طون دو جو، هما باش يكونوا فافوريزي باش ياخذوا طون جو اكثر. ولكن ممكن زاده نشوفوا مع الاولاد هذوما زاده ياخذوا شي 20 مينوت 25 مينوت جوست معناها رابيل البلاسمون تاعنا ولا استراتيجي باش نلعبوا بها ان شاء الله في موريتانيا. باش يكون مباراه وديه في الصيف. نعم حتى كان ثم مباراه وديه في الصيف باش تكون اللاعبين اللي ماهمش معنيين بالكاس افريقيا معناها بالتور هذا والا اللاعبين اللي ناقصين طون جو. ولكن معناها اللاعبين اللي باش يكونوا باش يلعبوا ندخلوا في السيكل نتاع سمان معناها ما عادش عندك وقت باش تعمل ماتش اميكال. دونك الحمد لله مازلنا كي كملنا لعبنا عملنا ميتون في الماتش اللي فات. اليوم عملنا تقريبا جل اللاعبين على قيل لابريبار لعبوا 75 80 دقيقه. دونك كيف دونك هذه تكمله للخدمه البدنيه وبالطبيعه والتفكير نتاعنا كيفاش يكون في موريتانيا ان شاء الله باذن الله. هذاك الخدمه نتاعنا وهذاك الهدف من التربص هذا هو تجهيز اللاعبين معناها المقابله، لانه هي مقابله بطبيعتها المقابله الاوبجيكتيف نتاعنا نتاع السيزون هو يتمثل في ما قلت لالي وروتور نتاع موريتانيا. قاعدين يخدموا الاولاد سي فري ثم شويه شارج معناها فيزيك لانه ما عندناش الوقت باش ندرجوا في المراحل. دونك ميني بريباراسيون تري سيري. دونك حاولنا اون بوست لو ماكسيموم بور افوار بعد نعملوا نطيحوا الكورب نتاعنا ان شاء الله نكونوا موجودين ونكونوا لو جور جي نكونوا في حاله طيبه، وباذن الله باش نكونوا في حاله طيبه ان شاء الله.